كمان قبل ما يعني نجاوب على هذا التساؤل، خلينا نروح لموضوع تاني برضو أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان، وهو التعاقد على 12 سكوتر الفيزب دي، عارفينها؟ سكوتر إسعافي للعمل. نموذج موجود قدام حضراتكم. إيه فكرته؟ فكرته إنه هذا السكوتر الإسعافي من يقوده هو مسعف، طبعا مع بعض التكدس اللي بيبقى موجود في بعض الشوارع، او لا قدر الله مثلا الشر بره وبعيد، لو حصل حادث على الطريق، الناس بقى اللي بتقف وبتتفرج وكده بيحصل تكدس والطريق بيتقفل، ساعات بيصعب انه عربيات الاسعاف توصل سريعا. فمن هنا اعتقد جت فكره انه يكون في هذا السكوتر الاسعافي اللي هو مش هيقوم بالدور لوحده، انما هيصل اسرع، بيقوده مسعف يقدر او معاه حقيبة الإسعافات الأولية، يقدر أن هو يتعامل بشكل سريع لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب. هل كده وبس عشان حوادث الطرق؟ لا، ممكن برضو في بعض الأماكن اللي الشوارع ممكن تكون فيها ضيقة لا تسمح بدخول سيارة الإسعاف، يبقى أسرع أنه هذا السكوتر يصل. وقالت الوزارة أن السكوتر ده كمان صديق للبيئة وبيعمل بالكهرباء بالشحن الكهربائي وبيسير لمسافة 100 كيلو تقريباً. انا مش عارف برضو المسافه ال 100 كيلو ده ممكن يكون كافي ولا لا، انما خلونا نعرف تفاصيل اكتر حول هذه الامور من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان. دكتور حسام مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك معانا. مساء الخير استاذ رامي، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. طيب دكتور حسام، بدايه يعني ايه السبب وراء اتخاذ قرار بالدفع بهذه السكوترز 12 سكوتر للاسعاف؟ يعني الكثير من الدراسات اثبتت ان سرعه تقديم الخدمه الصحيه او تقديم الرعايه الاساسيه خاصه فيما يتعلق بالعلامات الحيويه الاوليه لدى المصاب في اي حادثه تؤثر بشكل كبير جدا على استمرار وبقاء الحياه وقدرتنا على نقله الى المستشفيات. نعم. وبالتالي التوجيه الدكتور خالد عبد الغفار احنا ازاي في اسرع وقت نقدر نقدم خدمه اسعافيه سريعه في المرحله ما قبل النقل للمستشفى. السكوتر زي ما حضرتك قلت هو وسيله سريعه وفعاله، يستطيع المسعف ان يصل الى المصاب في اقل وقت ممكن في الاوقات اللي يمكن تحتاج سياره الاسعاف نتيجه لضيق الطريق، نتيجه لازدحام الطريق، الى فتره زمنيه اطول. بيتحرك السكوتر للوصول بنقدم الخدمه الاسعافيه لتثبيت العلامات الحيويه، ضغط الدم، معدلات التنفس، الامور المرتبطه بالتاثير المباشر على الحياه، لانه تقريبا السكوتر يحتوي كل الاسعافات الاوليه القادره على تثبيت الحالة الصحية للمريض لحين وصول سيارة الإسعاف ونقله إلى أقرب مكان لتلقي بقية العلاج. هنا بنتكلم على أنه هذا السكوتر نطاق عمله بشكل محدد ليه علاقة بحوادث الطرق، مظبوط؟ لا، ليه علاقة بشكل محدد، هو مرتبط بالحوادث والأماكن التي قد تحتاج سيارة الإسعاف فيها إلى فترة أطول لأي سبب من الأسباب. يعني على سبيل يعني المثال هبوط من المرتفعات، لا قدر الله اذا كان في حريق، ايا كانت الحوادث هو بيتحرك لتقصير الوقت الذي تحتاجه سياره الاسعاف لاي سبب من الاسباب، قد يطول الوقت ده للوصول الى مكان حدوث الطارئ الطبي. نعم. وهل انه هذا السكوتر واختصاصاته يعني او عفوا امكانياته انه بيسير 100 كيلو، هل حضراتكم وفقا لهذه الدراسه بتروا انه ده مساحه كافيه للتحرك لهذا السكوتر؟ ده 100 كيلو بالنسبه للشحنه الواحده. نعم. يعني انت شحنت تستطيع ان تتحرك في مساحه مطرها 100 كيلو، الحقيقه انه 100 كيلو دي مساحه كبيره جدا، احنا بنحاول انه التحرك زي ما بقول لحضرتك كده في الاماكن، غالبا الاماكن اللي بيصعب الوصول اليها بتكون ضيقه جدا، احنا نعم. تمركزات سياره الاسعاف ما بين السياره والسياره او ما بين السياره والمكان اللي فيه مشكله على الطرق السريعه مثلا بنتكلم في 5 كيلو. المسافه ما بين سيارات الاسعاف داخل المدن او في الحقيقه اقل من ال 100 كيلو بكثير. طب لكن نطاق عمل السكوترز دي، احنا بنتكلم برضو على 12 عدد محدود. لا، ال 12 دي التجربه الاوليه عشان احنا محتاجين، الدراسات العالميه اثبتت فائدته، لكن احنا محتاجين نطبق ده بشكل
حقيقي على الارض داخل جمهوريه مصر العربيه. وبالتالي في حاله نجاح التجربه المعالي الوزير كان بيتكلم على ان احنا بنرفع هذا الرقم من 50 الى 100 بحسب النتائج الاوليه للتطبيق العملي للاستخدام ال 12. معلش دكتور حسام، حضرتك قلت 50، انا حسب معلوماتي ان هم 12 سكوتر. بقول لحضرتك ال 12 هو المرحله الاولى اللي نعم. على اساسها هيتم التطبيق العملي. نعم. التطبيق العملي ده اثبت الفاعليه. معالي الوزير كان وجه بان احنا بنتعامل مع 50 الى 100 بناء على نتائج التطبيق العملي. كويس جدا. كويس جدا. وبالتالي يعني المرحله الاولانيه بنتكلم على نطاق القاهره الكبرى، ثم القاهره وهيتم ايضا استخدامه في مدينه شرم الشيخ وفي مجموعه اخرى من المحافظات، اللي زي بقول لحضرتك كده هي الاساس عندنا، هي العوائق التي تمنع سرعه الوصول. نعم. بعد التجربه العمليه واستبيان النتائج في حاله ظهور النجاح، وده شيء ان شاء الله متوقع، هيتم تعميم التجربه في رقم قد يصل الى 100 باذن الله. طيب ننتقل الى موضوع التطعيم الانفلونزا الموسميه لو حضرتك تسمح لي. بدايه، هل هذا اللقاح يحصل عليه اي شخص؟ يحصل عليه اي شخص من سن 6 اشهر. الموانع الوحيده زي اللي حضرتك سالت عليها هي ان يكون لديه حساسيه شديده من مكونات اللقاح. نعم. غير كده فهو اصحاب الامراض المزمنه، الحوامل، اللي عنده نقص في الجهاز المناعي، كل اصحاب الامراض المزمنه مش بس يحصلوا عليه، ده احنا كمان أولوية. اذا كنا بنوصي كل الناس ان هي تاخده فنحن نوصي هؤلاء بشكل اكبر بان يحصلوا عليه. نعم. الا اللي عنده تحسس من مكونات اللقاح، وده بس الشخص الوحيد اللي احنا بنقول ما ياخدوش. لا معلش، طب عفوا، دي هيعرفها ازاي لو عنده حساسيه من المواد اللي موجوده في هذا اللقاح؟ هل بيبقى في اختبار؟ يا اما هو عنده سابق حساسيه من الادويه بشكل مباشر، او دائما احنا بنقول ان اللقاح بنديه من خلال طبيب، فلما بياخد اللقاح بيبدا يظهر بعض الاحمرار الشديد، يعني ما احنا ما بنمشيهوش بعد اللقاح على طول، لكن بيفضل موجود معانا فتره لا تقل عن 10 الى ربع ساعه، اذا ظهرت حساسيه خلاص بيبدا يتعالج من هذه الحساسيه وهو موجود في مكان تلقي اللقاح، وبنقول ان الشخص ده بعد كده مش هياخد اللقاح، او لو كان عنده حساسيه مسبقه من خلال. طب بس هو متاح برضه في الصيدليات، فبالتالي اللي هيروح ياخده في الصيدليه؟ لا، ما احنا يعني لا يجوز اخذ اللقاح في الصيدليه. بس انا حسب معلوماتي ان هو متاح في الصيدليات دلوقتي. وجود الدواء في الصيدليه لا يعني السماح بتعاطيه في الصيدليه. مفهوم، يعني موجود في الصيدليات لشرائه فقط، انما يقدر يحصل عليه في. هو متوفر في الصيدليات لكن لا يتم اخذه في الصيدليات، ده ممنوع قانونا. نعم نعم. بشكرك على هذا التوضيح دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان.